12 سنة من السهر والتعب ورا كل حرف انكتب ورا كل جهد انبذل، هسه استعد لمرحلة جديدة وخطط المستقبل بحياة جامعية 4 سنين انتقالية بها الصداقة والدراسة، ولهذا اختار جامعتك بعناية. فكر شنو بيها الجامعة، محاضراتها، تدريسها، طلابها، ناسها، راح تقدر تحقق بها أحلامك؟ بيها مكان مثل هذا أو تشبه هذا؟ هل راح تنقلك لهنا أو هنا؟ هذا اللي تسويه كلية دجلة بالضبط، راح تدعم طلابها وتأهلهم حتى يكونون قادرين على بناء مستقبلهم، وأكيد من دجلة يبدأ مشوار النجاح.